ما انت محمد وخالد وعايض لا ضاري جاك صد والله انا 10000 ما جاني باذن الله. طيب يا اخواني هذا الدرع عشرة آلاف ريال راحت لمن يستحقها والكل والله يستحق، لكن يا اخواني شوف هذا الشخص اللي اخذها قسمه ونصيب. اي والله انه يستاهل، وللعلم لو كان بيدي شيء انا يعني كان اخترته، وهو بقصور في احد لسبب معين بذكره بعد ما اقول اسمه. فباركوا جميعا لصاحب الدرع فلاح يستاهل. يستاهل حبيبنا فلاح، يستاهل يا فلاح، يستاهل يستاهل. ايش تقول يا فلاح؟ والله يبغى الله اني ما ادري ايش اقول، تفاجأت ما توقعت انه انا، ما هو بقصور فيني لكن كذا عدم توقع. والله من العجوز من تلعثمت. انا اقولها قلتها المره الاولى واقولها المره الثانيه، صحيح اني شاعر وانا عندي يقين اني في اي منبر استطيع التحدث والسر، لكن في مثل هذه المواقف والله من الحروف تلعثم جدا جدا جدا. من الكل والله اللهم لك الحمد ولك الشكر، انت المتابع والله الذي لا اله الا هو، نحن نشعر بلذه وبشعور عظيم جدا جدا في اثناء هذا الشعور، هذه اللذه اللي تكلمت فيها في المسجد اليوم وتكلمت فيها في بدايه الحلقه. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم اجعلنا احسن مما تظنون، اللهم اجعلنا عند حسن ظن كل من تعب واجتهد. شكرا لكل من رعى الدرع. محمد ذكرني بالاسم. فاعل خير. يا فاعل الخير بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، والله يجعلني ان شاء الله عند حسن ظنك، هذا اللي بقول. وتراك انت من انت وغيرك من اسباب تقدم فلاح واستمراريته، الله يبيض وجهكم ولا يهونكم، وابشروا ان شاء الله بالجهد المضاعف باذن الله. بيض الله وجهك. لا انت لا انت الله يرضى عنكم. على اخوان ليش قلت لو بيدي اختار فلاح؟ لي سبب. والله مو بقصور في احد، وكلكم تاج على الراس وكحل للعين. لكن يا اخواني يوم بدانا